سلمى، اما هلا بننتقل لموضوع كثير مهم بهم كثير من الامهات اللي عم يتابعونا اليوم. مع السنوات الاولى للمدرسه لاي طفل دائما في كثير من التساؤلات عند الام، بتقول لك مثلا صحيح. طفلي منه مثل رفيقه بالمدرسه، قليل التركيز، عنده مشكله بالانتباه، ما بيدرس بنفس الطريقه، بياخذ وقت طويل، في عنده مشكله بنطق بعض الكلمات، مو مثل باقي الطلاب او باقي الاطفال بسنه بنفس السويه. وهي يمكن المشاكل بنشوفها بالسنوات الاولى والتساؤلات عند الامهات. صحيح نور، ويمكن هي الاعراض الاولى اللي بلش تنتبه عليها الام، وهي اخطر مرحله اذا انتبهت عليها هيك ومرقت عليها مرور الكرام، لانه في كثير للاسف سيدات بتعتبر انه اي يمكن عم يتغنج، يمكن عم يتدلل، خجلان. صحيح. هلا شويه وقت وبيرجع بيحكي وعادي والامور طبيعيه، وهي هي اشارات تأخر النطق أو صعوبة التعلم. هي الإشارات الأولى اللي هي مسؤولية الأم أو العائلة بشكل عام إنها تكتشفها لحتى تتوجه للاختصاصي. اليوم رح نحكي بشكل أوسع عن هي المشكلة وكيفية اكتشافها والتعامل معها بجميع المراحل العمرية عند الأطفال، مع الاختصاصية الأستاذة ولاء الحسن، اختصاصية علاج النطق وتقويم الكلام عند الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. دائما نحكي معك أستاذة بهذا الموضوع لأنه صار شائع كثير بالعشر السنوات الأخيرة، عم نشوفه بشكل كتير كبير عند الأطفال حسب اختلاف يمكن العصر والحياة اليوم. خلينا نحكي لما نقول صعوبات تعلم أو تأخر بالنطق بالسنوات الأولى للطفل خصوصا مع دخوله المدرسة. هنا تقول أنا، لأنه أحيانا مثلا في اختلاف مهارات يعني بين الأطفال، في فروق فردية، في عالم شاطرة، في عالم متوسطة الاجتهاد، لا في اختلاف. بس إما تقول أنا لا، هيدا الطفل ممكن يكون عنده مشكلة بصعوبات التعلم، كأم ممكن تنتبه. تمام. هلا بالبدايه بصراحه نحن اخترنا هذا الموضوع لانه احنا هلا بمرحله الصيف، يعني هلا في اطفال خلصت المرحله الدراسيه الماضيه. تمام. واكيد الامهات هون بكونوا لاحظوا بعض المشاكل، ممكن بالصف الاول، ممكن بالصف الثاني، اجت شكوى من المدرسه من المعلمه انه في عندي مشكله بقراءه الطفل او بانتاجه للكلمات، انه في رفقاته ما عم بيفهموا عليه. تمام. فهون في عندنا مؤشرات نحن ممكن نوقف عليها. وليش كمان رجعنا اخترنا هذا الموضوع؟ لانه هلا في اطفال داخلين على مرحله رياض الاطفال او مرحله الصف الاول، فصراحه بهذا الوقت ونحن خلينا نقول هي مرحله الصيف، هي مرحله تقييم لطفلنا. يعني اذا انا عندي مجموعه من الاعراض ممكن الام تلاحظها بمرحله معينه عم يمرق فيها الطفل، وهي مرحله ما قبل المدرسه، لازم تكون شديدة الملاحظة بنطق الكلمات، بتطور الجملة عند الطفل، كيف طريقة تعبيره عن أي شيء هو نحن بدنا نحكي معه بموضوع معين. يا ترى هو بيشبه فعلا الأطفال اللي بعمره ولا لا؟ ممكن تقارن، ونحن بنقول أحيانا القارنة ضرورية، نحن نقارن بين تطور طبيعي لطفل وبين تطور عنده تأخر. تمام. فاللي عم يصير الأمهات بتقلك يلا بكرة فوتوا على الروضة بيتحسن بالكلام، هي نظرية ما أنا دقيقة 100%، لأنه في تدخلات بتكون خاصة مع الطفل لحتى نحن نحل المشكلة اللي موجودة عنده. فنحن ما فينا نترك هاي المرحلة اللي هي مرحلة أساسية ممكن للتأهيل عند هذا الطفل، لنتركها لمرحلة المدرسة وتتفاقم بعدين لنشوف بالصفوف الأعلى مثل الصف الثاني والثالث والرابع، اللي نحن هلأ عم يجوا لعنا خلال مرحلة الصيف نحن ننأسسهم لمهارات القراءة، حتى أثناء مو بس القراءة منلاقي حتى وقت عم يحكوا هنا عندهم مشاكل نطقية، يعني ما عم ينطقوا بطريقة صحيحة، عم يبدلوا أصوات بأصوات، وهذا نتيجة عن مشكلة كانت سابقة والطفل لسه ما تعالج. وجينا مرحلة الأكاديمية، المرحلة اللي هي بده يبلش يكتب ويقرأ، الطفل بالأساس ما مخزن الصوت صح، فهو عم يقلبه أثناء الكتابة أثناء القراءة، وهو ما عنده أي تخزين صح لهي الأصوات الكلامية اللي هو كان فيها خلل مسبق قبل. يعني فهي مرحلة حساسة، لازم الأم تراقب تطور الطفل وما تهمله. وفعلا مثل ما تفضلتي انه هي مؤشرات، هي ما أنا موضوع غناج، ولا هي موضوع انه نحن نترك هذا الموضوع بدون حل لحاله بكره او انه نتركه للوقت. هذا الوقت ما له كفيل يحله، الوقت هو بالعكس ممكن هو يعمل لي مشكله بزيد. اكبر وفجوه اكبر. اكيد. طيب استاذه ولاء، بما انك حكيتي عن بعض خليني اقول الاشارات او الاعراض اللي بتظهر، اللي هو طفل مثلا بيبدل صوت بصوت او بينطق حرف مثلا بيكون ثقيل عليه بالنطق، وهي بنلاقيها عند بعض الأحرف القريبة شوي من بعض، مثلا يكون الكاف والتاء والقاف كثير بنلاقي أطفال فيها، أو الأحرف اللثوية. أيوة. اللي ما تعلمها بالشكل الصحيح. خلينا نصنف أنواع هاي المشاكل لحتى أي حدا عم بيتابعنا من السيدات يعرف أنه إذا سمع هذا الشيء
معناته لا هي في مشكله لازم نراجع فيها. هلا بالنسبه نحن لتطور الاصوات عند الاطفال، نحن خلينا نقول الخمس سنين تزيد مفهوميه الطفل، يعني تقريبا بيكون اكتسب كل الاصوات، في اصوات ممكن تتاخر بالاكتساب تمام، ولكن هي بشكل عام نحن على الخمس سنين مفهوميه الكلام لازم تكون واضحه، كل ما قلت كل ما انا عندي في مشكله. هون نحن بنصنفه ضمن الاضطرابات الفونولوجيه. الاضطراب الفونولوجي اللي هو بيكون عنده خلل للطفل بانتاج الصوت، فهو ببدله لصوت ثاني او بيحذفه من الكلمه، او ممكن يشوه هي الكلمه لحتى هو ما عم يحسن ينتجه. هون نحن بنكون عم نحكي على مراحل الوعي الصوتي عند الطفل، يعني بالمخزون الاصوات عند الطفل اللي مخزنه تمام، خزن مجموعه من الاصوات، الاصوات الثانيه هي مو مخزنه، وبالدليل يعني بالناتج انه هو ما بيحسن يقوله للحرف. ففرضا خلينا نقول مثل صوت الكا تمام، فكثير بنشوفه هي شائعه عند الاطفال، بنشوف ببدل الصوت الكا بالتا تمام، فهو بيعمل ابدال بين صوت امامي يعني بين صوت خلفي بيعمله امامي، فهون بتصير ما في تدخل من الام لتصليح. ونحن هون ما بنقول للام انه جيبي ابنك وقولي له قول كا كا كاسه، ما تقول تاسه. نحن هون شو بنعمل؟ نعمل ابراز سمعي للصوت يلي هو عنده فيه خلل، يعني ما عم يطلع مثلا باول الكلمه، او ما عم يطلع بوسط الكلمه، او باخر الكلمه. المفروض نحن بالمرحله الاولى نشتغل على ادراك الصوت سمعيا، يعني قد ما فيها الام تركز وين الاصوات اللي انا ابني في عنده مشكله فيها، صوت الراء، صوت الكا، ممكن الاصوات مثل الطهوزه لانه كمان مو كثير متداوله بالعمر البكير، فنحن لازم نركز وين الاصوات اللي انا ابني واقف عندها. على هذا الاساس بتشتغل على الابراز السمعي للكلمات، بتخليه ينتبه له ويميزها تمام، وبعد هيك بتبلش تفرجي من وين انا بطلع هذا الصوت. نحن بنعمل وعي تمام، انه الطفل حتى يعرف من وين انا لازم طلع هذا الصوت الصحيح، وعلى اساسه هي بدها تبلش تشتغل على انتاجه ضمن اول شيء مقاطع تمام، بعد هيك بنتحول لاول كلمه ووسط الكلمه والاخر. لما بتلاقي الصعوبه هي مضطره تتجه لاخصائي نطق لنشوف اذا هي المشكله عضويه او هو في مشكله اكثر اكبر من هيك، انه احنا لازم نحلها كاختصاصيين نطق. بس حاليا في امور بالبيت الام فيها هي تشتغل عليها وتطورها. يعني باي سن انا بقول انه بالخمس سنين لازم يعني ينطق جميع الاحرف سليمه الطفل؟ هلا في عندنا اصوات تتاخر مثل صوت الراء تمام، هو يعني بده كفاءه لسان عاليه تمام. في اصوات نحن ممكن طفل اذا مو مخزنه كمان بعمر صحيح او ما كثير بيسمع ممكن يتاخر بتخزينها، بس خلينا نقول نحن على الست سبع سنين المفروض الطفل يكون خلص بعمر المدرسه نحن بنحكي مزبوط وما عندي اي عمليات. انه احنا مو بس نحن يعني احنا مو بس انه الصوت مثلا مو مخزن، ممكن بطريقه الكلام الطفل عنده نمط من الكلام ببدل بشوه بيحذف، هي النمط كمان من الكلام شو بيعمل. يعني في اطفال بيفرشك انه بيحكي يعني بيطلع معه مثلا حرف الكاف تمام، بس نجي للكلمات بنلاقي عم يحذف اخر كلمة آخر حرف من كل كلمة، فهي نمط الكلام عنده في خلل كمان، هذا بده علاج تمام. فهي الرتم اللي عم يحكي فيه كمان نحن بدنا نتدخل فيه، كيف هو عم يكون شكل هذا الاضطراب اللي عنده. تتوجه الأم لاختصاصي لما بتلاقي انه تدخل، يعني احنا بالنسبة لها تدخلت مرة واثنين وثلاثة وهي ما لقت تحسن ولقت بلشت تتأثر عنده المهارات الأكاديمية، مفهومية الكلام عنده كتير ضعيفة الولد، فأكيد هون صار نحن في تدخل. هون التدخل بده يكون عبارة عن تقييم للطفل لعمره، المهارات اللي هو لازم تكون موجودة بالعمر، بالنسبة للنطق كمان الأصوات اللي لازم تكون موجودة عنده، مستوى الجملة واللغة عنده، مفهومية الكلام، اللغة الاستيعابية قديش هو بيستوعب، قديش هو بيعرف يفهم الكلام اللي حواليه تمام. لأنه هي كمان لاحظناها أثناء هلأ عملية الامتحانية لما صحيح. الأطفال عم يقروا السؤال هنا ما هم فهمانين شو عم يقروا، ممكن يتهجى وممكن يقرأ السؤال صيغة السؤال، ولكن هي بالنسبة له مو مفهومة. شو بالنسبة له علل شو يعني كلمة علل، علل وفسر بتفسير علمي، هو بالنسبة له هي عم يقرأ رموز وما عم يقرأ كفهم قرائي. لأنه حتى هذا الموضوع نحن لما بيكون عندي اضطراب مسبق بهدول القصص فحتتأثر عندي الفهم القرائي، وهذا اللي نحن عم نشتغل عليه كمان، ان الطفل يصير يستوعب المفردات يلي هو عم يقراها ويفسر شو معنات هذا الكلام لحتى يحسن يعطي الانتاج المطلوب منه. اكيد. طيب استاذه ولا خلينا نحكي شوي عن سبل التعامل اللي اليوم عم بنشوفها من قبلكم اكيد مع الاطفال الاختصاصيين، كيف بيتم علاجه؟ يعني اوقات بيقولوا يعني ما بيعرفوا انه شو يعني اختصاصي رح يعالج واحد ما عم يعرف ينطق، شو هي هي الوصفه اللي بتعتمدوها ودور الاهل؟ لانه هذا دور اساسي. اليوم انت ممكن تشتغلي معه ساعتين ثلاثه اربعه، لكن الجزء الاكبر هو عم يقضيه بالبيت بالنهاية. خليني افترض انه انا عندي حاله هلا صعوبات تعلم تمام، تحول من قبل المدرسه وبناء على ملاحظه الام والمعلمه والطفل، انه هو مثلا خلينا نقول نعتبر انه حاله افتراضيه وعمره صف ثالث تمام،
واكتشفنا انه هو بالصف الثالث هو ما كان عم ينجز لا على المستوى الاكاديمي تمام، وبالنسبه لموضوع كمان لاحظنا عنده بعض المؤشرات مثل التشتت، فرط الحركه، انه هو مهمل لكل المطلوب منه. فعندي اكثر من عرض، مو بس موضوع نحن خلينا نقول موضوع الاكاديمي، كمان في امور ثانيه ممكن تكون عندنا ملاحظات سلوكيه على هذا الطفل. بناء على هدول الملاحظات بيتوجه لعنا تمام، نحن بنعمل دراسه حاله عن وضع الطفل من بدايه تطور الكلام من عمر الصفر، يعني من اول ما بلش الطفل بده ينطق لوقت ما بلشنا لا وصلنا للمرحله اللي هو فيها فرضا الصف الثالث تمام. بنكون احنا عملنا دراسه حاله كامله عن التاريخ النمائي عند الطفل كله والبيئه اللي بيعيش فيها وطريقه التدخلات اللي كانت موجوده عنده. بعد هيك ننتقل للتقييم الرسميه اللي هي بتصير مع هذا الطفل مباشره. نحن بمرحله المدرسه طبعا نحن بنخضع لاختبارات، المرحله اللي قبل المدرسه بنخضع لاختبارات نمائيه، اما بالمرحله الثانيه في اكيد اكاديميه لحتى نعرف وين المشكله اللي عندي. ممكن يكون طفل عنده عسر قراءه وهو اضطراب ديسلكسيا تمام، فهي بيكون ظاهر المؤشرات ولسه مو مشخص الطفل، فهون نحن نحط ايدنا على المشكله. فبعد ما نعمل الاختبارات ونعرف قديش هو المستوى عنده اللي واصل له اذا في مشكله حقيقيه ولا لا، نتحول للجلسات العلاجيه. الجلسات العلاجيه بتكون مع الام بوجودها، طبعا نحن هيك بنشتغل بالنسبه للولد لانه هي المتابعه بتكون كمان بالبيت، ولازم هي تعرف مواطن القوه والضعف عند هذا الولد لتحسن هي تعمم ببيئته اللي هو عم يعيش فيها. فعلى هذا الاساس بتهيأ بمرحله معينه ببرنامج علاجي ممكن يكون مدته من 3 شهور للستة، وممكن احيانا نضل خلال مرحله المدرسه ونحن في تدخل من عنا تمام. هون حسب شده كل حاله وحسب كل اضطراب قديش نحن مأثر على موضوع التعلم عند هذا الطفل. طيب خلينا نحكي، ذكرت يعني قلتي حاله افتراضيه لطفل في 3 سنوات تم اكتشافه من قبل الاهل والمدرسه، خلينا نحكي عن دور المدرسه تمام. اليوم باكتشاف هي الحالات ومتابعتها، يمكن لانه احيانا تشوفي طلاب في المراحل الابتدائيه عم نحكي عن ثالث ورابع وخامس عندهم مشاكل تمام. بالدراسه وبالنطق ومع ذلك عم يكونوا مستمرين في التعليم، فدور المدرسه هون بتحديد الحاله اليوم ومعالجتها قديش مهم اذا بدنا نحكي عنه. هلا خلينا نقول بمرحله هلا تسجيل الاولاد اللي احنا عم نشوفه انه كل الاطفال اللي عم يتوجهوا للمدارس عم يعملوا لنا اختبارات مبدئيه وعم يبين من خلال المقابله مع الطفل اذا الطفل عنده اضطرابات مثلا بالنطق تمام. في المدارس احيانا عم توجه للمراكز انه انتم شوفوا تابعوا الولد انه ممكن هي المرحله يكون حساسه له مرحله اكتشاف. بمرحله المدرسه عم نشوف كمان من خلال الصبر ومن خلال المنهاج اللي هو مشي فيه الطفل ومرحله العلامات قديش كانت هو متاخر فيها ولا لا. هون عم تيجي كمان ملاحظه الانصه الصف انه الولد عنده مشكله. اليوم ما فينا نحن نحط عبء على الانصه لانه عنده عدد كبير، خصوصي نحن اذا بدنا نقول من المراكز اللي هي تابعه للدوله فهي كمان عندهم صحيح. عدد يعتبر يعني بدهم يمشوا بمنهاج معين. هدول الحالات ممكن هو الاهل نحن واللي شفناه من قبل الحالات اللي بتتحول لعنا عم يكون في ملاحظه من الانصه وهي بتتحول للتعليم الخاص بالنسبه لنا تمام كتدخلات من عنا. بس اليوم عم نشوف في اطفال في مساعده من قبل الانصات الصف، يعني بنشوف مثلا انه لما تشوف الولد بلش يحاول يتهجى ويقرا عم تساعده بهذه العمليه، لانه نحن هي عمليه كمان بدها تتعمم خلال السنه الدراسيه كلها. صحيح. بختام حديثنا بدنا نشكرك استاذه ولاء، دائما بتعطينا معلومات مهمه ودقيقه لحتى الكل كمان يلي عم بيتابعنا يستفيد من هاي الفقره. شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا. اكيد نتشكرك لوجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم.